السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد أجمعين. إزيكم يا أحلى متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بألف صحة وخير وسعادة، منورين على الدنيا كلها من داخل مصر ومن خارج مصر، وأكبر بيكم وليكم إن شاء الله. النهاردة فطار رمضان يا جماعة، سادس يوم رمضان، جمبري مقلي طريقة كنتاكي وشوية السلطة وسلطة الطحينة والرز المبهر. تعالوا افطروا معانا أحلى فطار. يا رب الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهنا حبايبي نبتدي ونسمي بالله ونصلي على الرسول. معانا هنا كيلو من الجمبري اللي هو ايه اللي تحت الجامبو، تمام تمام التمام. بنيجي هنا بقى احنا غسلينه ومنضفينه وايه نقعناه شوية في الايه في الليمون. هنا بقى ايه عندك الظهر من ورا اللي هو ايه اللي بيسموه خط الرمل، ببتدي ان انا اشقها كده من ورا، من الظهر من ورا، تمام تمام التمام. بفتح بقى كده وبشيلها بكل سهولة زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. ناخد واحدة تانية. تمام تمام اهو زي ما انتم شايفين كده، شدها كده كده، تمام تمام التمام. بنبتدي بقى ان احنا نتبله التتبيلة بتاعته. وهنا معانا البهارات بتاعتنا اللي هي معلقة شطة، معلقة كمون، معلقة توم بودر، كزبرة ناشفة. ومعانا هنا هريسة الفلفل الأحمر على توم على معلقة ملح، يبقى هريسة فلفل أحمر توم ملح. وهنا حبايبي معانا حوالي نص فص من الليمون، وبنقلب كل الحاجات دي كده مع بعضيها، تمام تمام التمام التمام. هنا بقى الجمبري بتاعنا ببتدي انزل على التتبيله اللي انا عاملاها، وبنسيبها يعني كل ما تقعديها انا هسيبها كده لمده ساعتين. وهنا معانا دي خلطه سمك زي ما انتم شايفين كده، اي نوع خلطه سمك اي نوع، باخد منه معلقه. هقلب كل الحاجات دي، وصدقيني احلى تتبيله، وهيطلع معاكي الجمبري اللي هو مقرمش من بره وطري وطعمه جميل من جوه كده، تمام تمام التمام التمام التمام. اسيب بقى الجمبري بتاعنا كده لمده ساعتين ياخد ويدي ايه بشكل ويدي كده مع الايه التتبيله بتاعته، تمام تمام التمام. تعالوا بقى ايه نحضر الايه الكفر الداخلي والخارجي بتاع الايه الجمبري اللي هو على طريقه كنتاكي، تمام تمام التمام التمام. وهنا حبايبي ببتدي انزل بمعلقه من الكزبره الناعمه، وبنزل بمعلقه من الكمون الناعم، وبنزل بالتتبيله بتاعه السمك بحوالي نص معلقه. وهنا بقى معانا ايه هريسة الفلفل الاحمر على ملح على ايه على شطة، يبقى ملح وشطة وهريسة وتوم توم مفروم. باخد كده حوالي نص معلقة كبيرة، تمام تمام التمام. ببتدي بقى ايه بنزل بحوالي نص كوباية من الايه من المية، عليهم كوباية من الدقيق، وببتدي اقلبهم لحد ما ايه يمتزجوا معايا. بزود تاني مية كده، يبقى احنا ايه خدنا كوباية. انا عايزة عجينة ولا خفيفة ولا تقيلة، تمام تمام التمام.
وهنا حبايبي العجينة بتاعت الكفر الداخلي للجمبري، يعني ايه عاملة زي عجينة الايه الكيك. تمام تمام تمام. ببتدي بقى ان انا ايه اركنها على جنب. وهنا حبايبي هبتدي اعمل الكفر الخارجي. عملنا الكفر الداخلي بتاع الجمبري، هنزل بكوباية من الدقيق وعليهم معلقة من النشا، وده سر خلطة المحلات اللي بيعملوها عشان يدي للكفر الخارجي اللي هو ايه بتاع الجمبري. تمام تمام التمام. بنقلب كل الحاجات دي كده مع بعضها. وهنا حبايبي حطينا الكوباية الدقيق عليهم معلقة كبيرة من النشا، ببتدي انزل بنص معلقة من البيكنج باودر. وبنبتدي نقلبهم كده مع بعضهم، وده الايه الكفر الخارجي. تمام. يبقى احنا عملنا الكفر الداخلي اللي هو للجمبري، اللي هي العجينة بتاعتنا اللي هي عاملة زي الايه الكيكة. تمام. وعملنا الكفر الخارجي. تمام تمام التمام. وسايبين دلوقتي الجمبري لمدة ساعتين لحد ما ياخد ويدي كده مع الايه التتبيلة اللي احنا عاملينها، يعني دلوقتي حوالي الساعة 4، هنبتدي بقى نقليه الساعة 6. تمام تمام التمام. وبرجع لكم. وهنا حبايبي معانا الكفر الداخلي والكفر الخارجي. هبتدي بقى انزل كده الاول في الايه في الكفر اللي هي العجينة، الكفر الداخلي، وبعدين هنزل في الكفر الخارجي. ماشي. وهنزل تاني في الايه في الكفر، معلش بقى الصيام، الايه الداخلي، وبعدين هنزل بالكفر الخارجي كده. تمام تمام. وبركنها. بعمل واحدة تاني، ببتدي انزل في العجينة اللي انا عاملاها، وبعدين في الدقيق والنشا، وبعدين بنزل تاني في العجينة. تمام. وبعدين بنزل في الكفر اللي هو ايه الخارجي اللي هو الدقيق على النشا. تمام 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 تمام. هعمل الكمية كلها وبرجع لكم. وهنا معانا الزيت بتاعنا ولازم يكون ايه بيغلي. ببتدي انزل بالجمبري وبنزل بيهم واحدة واحدة عشان ايه ما يلزقوش في بعض، وبحاول ان انا مكترش في الايه في الطاسة اللي انا بعمل فيها الجمبري، وبسيبه لمدة دقيقة، وبعدين ببتدي اقلبه على الايه على الوش التاني. هنا كده ببتدي اقلبه كمان كده اداني لون حلو، مبحاولش ان انا انشف. خلصت اللي عندك يا روما؟ اه ماشي يا حبيبي. بنتي سعيده والله، جايه من امتحانات ثانويه عامه بس كتر خيرها برده من الدروس، بس جايه والله بتساعدني، جايه من درسين وجاية واقفة معايا هي بتساعدني. يا رب ندعو لها بقى بالنجاح والتوفيق ان شاء الله. وبرده ياسمين طبعا اعدادية برده واقفة برده بتساعد امها، ادعي لهم بقى بالنجاح يا رب. كده تمام. بص اللون بقى جميل اهو، ابتدي ان انا اطلعه. وهنا حبايبي عملنا الجمبري وعملنا السلطة وعملنا الطحينة وعملنا الرز، حاجة يعني تفتح النفس، تعالوا كلوا معانا أحلى
جمبري مقلي ورز مبهر وسلطة الطحينة والرز.